بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ولاء صلاح. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صنف كنافة حلو جدا وسهل وسريع، هيعجبكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض الكنافة بالشوكولاتة او النوتيلا والموز. عندنا المكونات، انا عندي هنا حوالي ده ربع كيلو كنافة انا مقطعاه بس مش مفتفتاه قوي، يعني عاملاه شعيرات طويلة شوية اهي. انا بحب شفتفتها قوي غير لما اكون هحتاجها بعد كده مكسره زي الكنافه بالمانجا او هعملها في كاسات، علشان لما بنفتفتها قوي مش بتطلع طبقه متماسكه. وعندي كمان حط عليها معلقه صغيره خالص سكر بودره علشان مش عايزاها تلون معايا بسرعه، وحط حوالي معلقه سمنه كبيره. وعندي هنا هحتاج الصينيه اللي هسوي فيها دهناها برضو سمنه، وعندي دي الشوكولاتة اللي هي النوتيلا اللي احطها عليها لما تطلع، وطبعا ده الموز. وده بقى السر بتاعي اللي على طول بعملها بيه غير طريقتها العادية، انا لما بتطلع من الفرن سخنة ما بسقيهاش بشربات، لان عندي الشوكولاتة بتكون مسكرة جدا، فبيبقى صراحة الموضوع كله بيبقى معسل قوي فبتبقى صعبة. فانا اما بتطلع من الفرن بسقيها بايه بقى بدل الشربات؟ بلبن، لبن سادة خالص بدون اي سكر بدون اي حاجة. هي بتطلع سخنة واللبن بدرجة حرارة الغرفة، بسقيها باللبن بس مش بسقيها بقى بعومها، يعني بسقي جنب وجنب لا علشان تبقى مقرمشة وفي نفس الوقت فيها حتت طرية. انا بقى الوقتي هفرك الكنافة بالسمنة والسكر وافردها في الصينية وبعدين ارجع لكم تاني. وده شكل الكنافة عندي بعد ما فركتها بمعلقة السمنة والسكر وبعدين رصتها في الصينية وكبستها كويس. ممكن نكبسها بصينية أصغر منها علشان تطلع القاعدة كلها متماسكة. وبعدين دلوقتي هدخلها على فرن درجة حرارة 180 لحد أما ألاقي الأطراف اتحمرت، هشغل عليها الشواية وأطلعها. وده شكل الكنافة عندي بعد ما حمرتها في الفرن. زي ما قلت لحضراتكم هسقيها باللبن وهي سخنة، بس زي ما قلت لكم شايفين بتشرب ازاي عشان هي سخنة، مش هسقيها كلها عوامها بس هحط كده في اماكن متفرقة عشان تطريها شوية وفي نفس الوقت تفضل مقرمشة معايا. انا بقى هكمل سقيها كده شوية وبعدين هسيبها دقيقة تشرب وبعدين هنزينها مع بعض بالشوكولاتة. انا عندي استنيت عليها لحد ما شربت اللبن اهي، وهي لسه دافيه ما بردتش تماما. انا بحب ازينها وهي دافيه علشان الحراره بتاعتها تسيح شويه من الشوكولاته فاعرف تسهل عليا الفرد. هحط بقى دلوقتي عليها طبقه من الشوكولاته وافردها وبعدين اوريها لكم. وده شكل الكنافه عندي بعد ما فردت عليها طبقه من الشوكولاته. زي ما حضراتكم شايفين ما فردت عليها الشوكولاته وهي سخنه او هي دافية سهلت عليا فرد الشوكولاتة علشان خلت الشوكولاتة بقت لينة شوية فبقت سهلة في الفرد. الموز بقى ما بنحطوش عليها غير ساعة التقديم لكل شخص علشان ما يسودش معانا، كل شخص هنيجي نقدم له هنحط له الموز بتاعه. هوريكم هنرص الموز ازاي، هنرصه بطريقة حلوة قوي هتعجبكم. وده شكل قطعة قطعتها معايا، قطعتها بشكل مثلث. تعالوا بقى نشوف، ده عندي موز مقطع، تعالوا نشوف هنزينها ازاي. انا هحط الموز بالشكل ده وهرص بقى كده، شايفين واحدة وهحط ايه فوقها واحدة بجنب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. كل واحدة هحط عليها طرف من التانية واكمل المثلث كله بنفس الشكل وهوريه لكم. وده شكل الكنافه بتاعتي بعد ما كملت تزيينها بالموز، شايفين شكلها حلو ازاي وما خدتش معانا وقت وسهله وسريعه. انا بعد ما كملت رص الموز عليها حطيت عليها طبقه بسيطه برضو من الشوكولاته علشان تديها شكل حلو، ورشيت عليها رشه بسيطه من المكسرات. ممكن تستغنوا عن الموز لو مش بتحبوه وتبدلوه بفراولة او اي حاجة تانية بتحبوها، او ممكن بس تخلوها شوكولاتة وتحطوا عليها طبقة من المكسرات بتبقى برضو حلوة جدا. بتمنى وصفتي للنهاردة تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ولو عجبتكم وصفتي للنهاردة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير وتعملوا سبسكرايب على القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. كل عام وحضراتكم بخير.
أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.